اهلا بيكم تابعين قناتي قناة مصر الان. جمعت فيديوهات وصور من احتفالات النجوم النهارده بعيد الحب، ومن بين النجوم ياسمين صبري وابو هشيمه ودره وزوجها، وكمان الفنان احمد الفيشاوي وزوجته، ونجوم تانيه كتير. بس قبل ما نبدا الفيديو، انزل اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو عشان يوصلك اهم الاخبار على مدار اليوم. ونبداها بياسمين صبري. كشفت الفنانه ياسمين صبري عن الهديه التي تلقتها في عيد الحب من زوجها رجل الاعمال احمد ابو هشيمه. ونشرت ياسمين عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على إنستجرام صورة لباقة ورد حمراء كبيرة مع رسالة مكتوبة عليها: عيد حب سعيد حبيبتي. يظهر كده يا جماعة إن أبو هشيمة فلس السنة دي، ما جابش عربية. وطبعا ياسمين صبري كان آخر أعمالها هو مسلسل فرصة تانية، واللي اتعرض في رمضان 2020. ومن ياسمين صبري وأبو هشيمة للفنانة درة، شاركت النجمة التونسية درة متابعيها وجمهورها بصورة عبر الستوري على حسابها على إنستجرام، وهي بجوار زوجها رجل الأعمال هاني سعد، احتفالا بمناسبة عيد الحب الذي وافق 14 فبراير، وخلفهم سيارة مغطاة بالورود. وسرعان ما أثارت السيارة المغطاة بالورود الكثير من التساؤلات من قبل متابعيها حول إذا كانت هذه السيارة هدية رجل الأعمال لزوجته في تلك المناسبة أم لا، في حين أن النجمة التونسية اكتفت بنشر الصور بدون تعليق. أما الفنانة فيفي عبده فاحتفلت بعيد الحب على طريقتها. حرصت الفنانة فيفي عبده على الاحتفال بمناسبة عيد الحب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع اليوتيوب، قالت فيه: كل سنة وانتوا طيبين وحلوين. ثم تابعت بسؤال للمتابعين حول رأيهم في التاج التي وضعته على رأسها خلال الفيديو، ووصفته بتاج الملوك التي استعانت به عن طريق استخدام إحدى الخواص في هاتفها. وكانت فيفي عبده نفت ما أثير على منصات السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة حول إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة إنها لم تصب بكوفيد-19، مشيرة لأنها قد تكون أصيبت بدور برد، طالبة من جمهورها الدعاء لها. ومن فيفي عبده للفنان أحمد الفيشاوي المثير للجدل دائما، احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بعيد الحب بصحبة زوجته ندى كامل، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصور بصحبة زوجته ندى كامل بمناسبة عيد الحب، موجهة لها رسالة رومانسية: كل أيامنا فالنتاين. وظهر الفنان أحمد الفيشاوي وهو يقبل زوجته في إحدى الصور التي نشرها على انستجرام، ولاقت الصور تفاعل كبير بين متابعيه على منصات السوشيال ميديا. واعتاد الفنان أحمد الفيشاوي مشاركة معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره وأنشطته الحياتية، ففي وقت سابق نشر صورة بصحبة زوجته متغزلا فيها قائلا: يذوب قلبي عندما تنظر إلي هكذا. ومن أحمد الفيشاوي لملكة الكوميديا الفنانة ويزو، احتفلت الفنانة دينا محسن الشهيرة بويزو بمناسبة عيد الحب الذي يحل اليوم 14 فبراير مع زوجها شريف حسني، ونشرت فيديو لهما عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وفي الخلفية تظهر ألحان أغنية لقيت حب عمري للنجم تامر حسني. وعلقت ويزو على الفيديو بجملة: هابي فالنتاين دي. ومن ناحية تانية، تشارك الفنانة دينا محسن ويزو ضمن أحداث فيلم ماما حامل للنجمة ليلى علوي الذي انطلق تصويره نهاية العام الماضي في مدينة الشيخ زايد، وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. أما الفنانة مي كساب تحتفل بالفالنتاين مع أوكا على طريقتها الخاصة. احتفلت الفنانة مي كساب بعيد الحب مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا، ونشر فيديو يجمعهما عبر حسابها على موقع إنستجرام، وهما يرقصان داخل السيارة على أنغام إحنا أغنياته مصحوبة بتعليق: حبنا مجنون غير أي حب، كل سنة وإنت الحب. وكانت مي كساب كشفت عن صورة جماعية تضم أبطال عمل مسلسل اللعبة بعد الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من المسلسل الذي يعرض حاليا عبر المنصات الإلكترونية. وأخيرا احتفل الفنان يوسف الشريف بعيد الحب بصحبة زوجته الكاتبة إنجي علاء، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر صورتين ظهر فيها بصحبة زوجته موجها لها رسالة رومانسية قائلا: كل سنة وانت حبيبتي. وفي نهاية الفيديو لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار.